السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دينا ودي قناتي. النهاردة الفيديو بقى فيديو الأول لظهور جوزي معايا. سألتوني كتير: دينا أنت ليه ما بتظهريش مع جوزك في الفيديوهات؟ دينا هو جوزك شغال إيه؟ دينا هو جوزك عنده كام سنة؟ النهاردة هجاوبكوا على كل الأسئلة اللي انتوا سألتها لي قبل كده. وبالعافية عبال ما أقنعت إن هو يطلع معايا أنا وهو في فيديو واحد. النهارده يا جماعه عندنا ميعاد كده في البنك مع جوزي. اول حاجه انا جوزي ملازم اول ومخلفه منه رهف ورضوان، وزي ما انتم شايفين كده احنا النهارده نزلنا الصبح بدري، رحنا المهندسين، كنا رايحين البنك عشان خاطر نقبض، يعني عشان خاطر هو يعني ضابط على المعاش. واحده واحده معايا كده عشان انا اول مره اسجل نوعيه من دي من الفيديوهات، تمام؟ وبتحرك برضو. نزلنا، انا حاولت اسرع الفيديو وقصيت منه حاجات كتير. طبعا احنا نزلنا كده الفيزا كان فيها مشكله، الميعاد بتاعها انتهى، ونزلنا عشان خاطر نروح البنك ونستلم الفيزا الجديده، وكمان احط مبلغ يعني ليا انا كمان في الفيزا بتاعتي في بنك تاني غير البنك بتاع جوزي، هو بنك وانا بنك تاني خالص. نزلنا بقى على المهندسين الصبح بدري كده زي ما انتم شايفين مع اشراقة النهار، وقعدت اقول له: يا برادوان طب نصور، طب نعمل. قال لي: هتستفادي ايه يعني؟ انا هظهر هزيد ايه؟ ما انا كده كده يعني ليا، يعني هو عامل قناة على فكرة بتاعته، شيتوس ريدا برادوان. يعني هو من النوع ما بيحبش الميديا، يعني هو انا عاملها له كده تفريح والله. قعدت اتحايل عليه انا والولاد: يا بابا يا بابا. قال لي ماشي. حتى رضوان عمال يكلمه: بابا اظهر معانا، بابا اظهر معانا. المهم انا صورته الاول كده من غير ما يحس إيه ان انا بصور. بعد كده بقى عرف ان انا بصور، قال لي: خلاص توكلي على الله. فنزلنا بقى كده عشان خاطر نقبض من البنك زي ما انتم شايفين. دخلنا البنك اخدنا رقم واستنينا، وزي ما انتم شايفين كده دخلنا على الاستقبال وحلينا المشكله بتاعتنا الحمد لله. قلت له: تعالى لي بقى يا حبيب. تعالى لي بقى، احنا لسه اول الشهر، انا عايزه اجيب حاجات على قد الايد. قال لي: حاجات ايه؟ قلت له: حاجات. يلا 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 طلع اللي في جيبك كله، قسمنا بقى المهيه. ما استنيتش بسرعه، كنت واقفه له على الباب: يا جماعه كده بصوا ده اللي بيحصل على طول كل اول شهر، واقف كده على الاي تي ام، يلا نفض جيوبك هات اللي في ايدك. بهزر طبعا. خلصنا خلاص قبضنا واتمشينا في الشارع شويه كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هو راح على الشغل بتاع المزرعه اللي انا قلت لكم عليها اللي احنا مصورينها على القناه عندنا. عايزاكم يا جماعه تشجعوني في الفيديو ده كويس، عشان يعني ممكن نظهر تاني مع بعض وممكن لا، عشان احنا بنتحرج بصراحه بالظهور، يعني انا وهو مع بعض يعني بنتحرج، وبرده يعني الحياه فيها اسرار. فهو راح على شغله وانا بقى رجعت عندي انا هنا منطقتي. اول حاجه قلت بقى ايه، كنا الظهر خلاص بقى، قلت خلاص انا هدخل اكل الاولاد. اكلتهم كشري. انا بخاف من الاكل بتاع بره، بس المحل ده يعني مضمون، ما رضيتش ان انا اكتر. انا جبت طبق ب15 وقسمت الطبق على 2، ما ده 15 جنيه يا جماعه. هو عادي ممكن اجيب طبقين ب30، بس انا قلت لا، هما كده كده طفلين، فقلت له عايزه طبق فارغ، فقلت مسك العصايه من النص برده دي. بعد كده بقى بعد ما اكلوا رحت طالع على السوق بره، لقيت بيض وعيش فلاحي وقرص ومكرونه بفكر في المكرونه عشان عايزه اجيب مكرونه اعمل مكرونه بشاميل. المهم بقى وشعريه ومش عارفه الحاجات الفلاحي الكسكسي والملوخيه الناشفه، كنت هجيب بقى ملوخيه ناشفه كده. بعد كده قلت ايه الولاد بجيب منها البتاع دي مش عارفه اسمها ايه، اللي هي الكور دي يا جماعه، اللي يعرف لي بيقولوا لي دي بيحط عليها لبن وياكلوها الاطفال، فما رضيتش اجيبها. عايزاكم تقولوا لي لحد يفهم في شغل الفلاحين والصعايده وكده يقول لي ده ايه. فقلت لها ايه، قلت لها خلاص انا هاخد مكرونه، هاخد برده مكرونه، هاخد ملوخيه ناشفه. جيت بعد كده واحده موجوده لقيت عندها بقى الملوخيه مونتانا اللي انا بجيبها اللي هي المجمده دي. قلت ايه، سالت على الملوخيه البلدي لقيتها ب15، قلت لا، لقيت لي في نوع تاني غير مونتانا موجود. قلت لها لا هاتي الخمس اكياس مونتانا اللي عندك دول انا هاخدهم. المهم جيت خدتهم،
جيت كده في البسله بكام الكيلو، قالت لي ب 15، من هنا لهنا لهنا اخدته ب 13. ادوق يا بنتي في البسله الاقيها ايه ده، عسل نحل ابيض. العيال بقى عجبهم، قلت لها يا حاجه ممكن بس ادوق الولاد، الولاد طبعا دوقوا البسله. رحت واخده كده 2 كيلو كده ورحت واخداهم في الشنطه. اه عادي يعني. على فكرة أنا عايزة أقول لكم، العيشة في إمبابة غير في العيشة في أكتوبر خالص، يعني أنا حاسة بفرق كبير. يعني إمبابة منطقتي وحتتي والسوق جنبي وكده يعني، وكمان يعني في متوفر 24 ساعة كل حاجة. أما كنا في أكتوبر الحياة هناك صعبة شوية، مش كل حاجة متاحة. المهم بقى اخدت كده البصل لقيته ب 12 جنيه، صلى على النبي صلي عليه الصلاه والسلام. الخيار ب 10 جنيه. المهم انتوا عارفين ان انا عندي في البيت يوميا لازم 2 كيلو برتقال يوميا طول الشتاء، يا برتقال يا يستفنزي. بصراحه كده لقيت البرتقال بسرعه وحلو كده من عند راجل انا بجيب منه كل مره، ما بجيبش الا من عنده، يا هو يا اما الصعيدي الاولاني. جبت 2 كيلو برتقال قسمتهم على شنطتين عشان الشنطه طبعا ما تقطعش مني. المهم ايه، جبت 2 كيلو برتقال واتمشيت كده. جبت بقى ايه، جبت 3 اطباق لحمه مفرومه من عند الجزار اللي انا بجيب من عنده، وكمان جبت قطعه لحمه سليمه كتل، وجبت ايه تاني، جبت همبرجر عشان رضوان كان عايز همبرجر، وجبت بيض وبسطرمه. طبعا دي مشتريات الشهر، مش مشتريات بقى يوم ولا اسبوع. يعني اللحمة المفرومة 3 اطباق دول قلت بقى انا هقسمها، الطبق نص كيلو يعني كيلو ونص، قلت الطبق نص كيلو هعمل مثلا مرة كفتة، ومرة هعمل مثلا بي مكرونة بشاميل، مرة مثلا هعمل لحمة مفرومة ببصل مع الصاجة. فانا هشوف لسه وهعمل معاكم الروتينات دي. انتوا عارفين ان احنا الحمد لله كل سنة طيبين، احنا في نص شهر رجب، فمعانا صيام في رجب وشعبان ورمضان. انا عندي احنا بنصوم، حتى لو انا عندي السكر الحمد لله ربنا بيقدرني وبصوم الحمد لله. ده المحل اللي انا بجيب منه البسطرمة والبيض. البيض عنده رخيص، ارخص من بره ربع جنيه. فبصراحة التوفير حلوة بنات بجد بجد، يعني حتى لو الحمد لله ربنا فتحها معاكي حاولي توفري الربع جنيه انت توفريه ده، هتجيبي 5 بيضات هتوفري جنيه وربع. الجنيه وربع دول انت بعد كده ممكن تجيبي حزمة خضرة يعني هيسدوا معاكي، ما تقوليش جنيه ومش جنيه، لأ. يعني احنا في وقت لازم كل حاجة فيها تدبير، يعني تدبير. انت لا قدر الله بتلاقي حاجات كده جاية لك فجأة. يعني انا شهريا مطلوب مني 300 جنيه علاج لرضوان ورهف، يعني انا انت عارفة، وميزانية البيت بتطلعي منها 400 جنيه ده الكشف لأي وقت، ما بتجيش جنبهم خالص. يعني 400 جنيه بفضل اخليهم لآخر الشهر كده، او مثلا ليوم 25. بص هنا رضوان ورهف مسكوا ببعض في المحل، ورهف قامت عليه بالكرسي دب 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 قدام الناس. رهف ما بتحبش حد يضربها خالص. اه حسبت بقى، خدت البيض والبسطرمه. عايزه اقول لكم اوضه الرهف عشان تعبانه وواخده هوا شويه بترجع والحمد لله. روحت بقى البيت، جبت بقى اللي انتوا شايفينه كده الملوخيه، جبت 5 اكياس مونتانا، قلت عشان رجب وشعبان ورمضان فمش هتضرب في حاجه، كده كده الملوخيه بتغلى. والله كنت عايزه اشيل كتير، ما قدرتش اشيل حتى القوطه والبطاطس والحاجات دي. قلت خلاص مش لازم كل مره واحده، انا ماشيه اسبوع باسبوع، يعني اكل يوم بيوم، يعني مش عايزه كل حاجه فريش عشان الاطفال، وانا عندي رهب بتتحسس بسرعه من الاكل. جبت بقى بسم الله ما شاء الله حاجه ممكن تكفيني شهر او شهرين، يعني الملوخيه دي هتكفيني شهرين. 5 اكياس انا بعمل الكيس بعمله على 3 مرات بصراحه. ربنا يبارك يا رب. وجبت كيلو وربع لحمه كتله، وجبت تمن بسطرمه، و5 بيضات، و3 كيلو ونص لحمه مفرومه. ورضوان قال لي انا عايز همبرجر، قلت له هعمل لك في البيت، قال لي لا انا عايز الجاهز ده دلوقتي. فخلاص جبت، توكلت على الله وجبت، يعني وفرت ودفعته. واتنين كيلو بسله، واللهم صل على سيدنا محمد. مش فاكره جبت ايه تاني، البرتقال بس. فكل ما انزل بقى اعمل مشتريات للاسبوع هقول لك. يعني انا الاسبوع دوت اسبوع اللحمه، انا قلت لكم انا اسبوع لحمه، اسبوع فراخ، اسبوع سمك، اسبوع خضار من غير حاجه بقى، يعني ارداحي فاهماني.
فكل مره هعمل لكم المشتريات واقول لك انا بمشي الاسبوع بتاعي ازاي، يعني الاسبوع دوت كده اسبوع لحمه مع خضار، مره همبرجر، مره لحمه مفرومه مع الصاجه، مره رقاق باللحمه، مره جلاش باللحمه، مره مكرونه بشاميل، فانا مقضياها كده. البيض والبسطرمه للاولاد عشان الفطار والعشاء. البرتقال دايم. السلام عليكم.